فعلا بتتعمل في مصر وغير مصر. واحنا بقى مفروض ما نعملش حاجه. لا موجود في مصر. تركيا النهارده تاخد منك السياحه في الشرق الاوسط وتخلي العرب كلهم يروحوا ليها رغم ان عندهم فساد في الدوله. انا حضرتك بلحن للاتراك، يعني انا مش اللي بتكلمه ده مش واحد بيقول كلام، انا بلحن للاتراك. في اماكن عشوائيات في تركيا بالهبل، لكن الاعلام ما ظهركش. بس عايز اقول لك ليه بقى مسلسلاتنا، وعلى فكره امبراطوريه مين في انتاج قطري جواه، يعني دلوقتي انت بتتحارب سياسيا عن طريق مسلسلات وافلام. امبراطوريه مين؟ أيوه. طب خلينا قبل ما اسال استاذه غاده في انتاج قطري. طيب استاذ ساره انا هرجع لك تاني. أوكي. ما يهمش. أوكي. نشوف. أوكي. بس المشهد. أوكي. اللي بيتكلم عنه عمرو وبعض المشاهد في مسلسل امبراطوريه مين، وحنتساءل هل يمكن انه الاعمال الفنيه تتعمد تحطيم الاقتصاد 16 المصري 16 مليار دولار رايحين من مصر، سمعه مصر. نشوف. احنا وصلنا مصر يا جماعة، احنا مش مصدقة. الله اكبر، الحمد لله. ايه الفيلم اللي انت بتعمليه ده يا امير؟ الحمد لله الحمد لله، احنا في مصر. ردوا. الو الو، بوليس النجدة. ايوه، في عصابة دلوقتي بتسرق عربيتي، لو سمحت تعالوا بسرعة. يعني ايه اعمل لك ايه؟ يعني ايه اعمل لك ايه؟ بقول لك العصابة بتسرق العربية دلوقتي، تعالوا. الو الو، يقولي النجدة قافلة. يعني ايه النجدة قافلة؟ انا بقى في القناة دي هشتغل في الشؤون القانونية، صح؟ ربنا يخليك يا رامي، ربنا يكرمك يا رب. فعلا هي دي الشغلانة اللي تناسبني بجد. اهم شؤون قانونية دي وبتاع ايه؟ انا جايب لك شغلانة تناسب قدراتك حقيقي. 5 4 3 2 1 اعزائنا المشاهدين، ودلوقتي هنفتح مكالمات الهوا علشان نسمع رأي حضراتكم في موضوع حلقة النهاردة، ونعرف احنا رايحين على فين، ومن غير تقطيع ولا رقابة ولا عمرنا هنكتم صوت لحد، ولا عمرنا هنقفل السكه في وش حد. معانا اتصال من طفل صغير. مين معايا؟ ايوه لو، ايوه يا حبيبي، مين معايا؟ عايز تقول ايه؟ الو الو، ايوه يا حبيبي، اسمك ايه؟ اسمي حماده 9 سنوات. اسمك حماده 9 سنوات؟ لا، هم قالوا لي. هم مين؟ أكيد بابا ماما طبعاً. بابا وماما. طيب يا حمادة يا حبيبي، أنت عايز تقول إيه؟ حضرتك أنا حضرتك أنا مش عايز أقول على أي حاجة خالص. أنا بس كل اللي أنا عايز أقوله حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وابن الحرام. ألو حمادة، حمادة أنت قفلت السكة؟ أنت معايا يا حمادة؟ أنا معاك يا طنط، معلش أنا، لا أنا خبطت في الترابيزة. حرام حرام. طيب حرام الفلوس دي كلها ما تصرفش في حاجه لبناء البلد وتحفيز الناس على العمل. استاذ يعني هو هيجتزئ مشهد يقول لك انه بتنزل من المطار. المشهد بتاع المطار ده ما فيهوش اي حاجه تضحك خلاص، هو في ناس ضحكت عليه. لا ما فيش، ما فيش حد، يعني مفيش. شفت كل الناس. لا لان مصر مش حتى لو ده مثير. حضرتك لو رحت في مطار برشلونه هتلاقي اسخن من كده. ما ظهروش ما ظهروش، هما بيظهروا الحاجة الحسنة في بلدهم. بره بره بره. حضرتك دبي عملوا 2 ميديا دبي النهاردة بتاخد السياحة من العالم العربي كله. شطار. ايه يعني ايه يعني عقوب سجاير سجاير في دماغها يا عمرو؟ السايح دلوقتي مين اللي دلوقتي من المصريين عايز يرجع مصر؟ يقول لك اما يشوف المشهد ده كده. مين اللي العرب ممكن يجي يقول لك بلد زبالة؟ ليه؟ الله الله، يعني ليه؟ هو مش هيشوف السجاير، وما هو أسوأ. حضرتك احنا نشرنا ثقافتنا المصرية، وكنا يعني 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 خدنا الرياضة المصرية بشوية أفلام ومسلسلات زمان اللي كانت بتتصدر للعرب، كانوا بيشوفوا مصر بشكل كويس. حضرتك ما ينفعش ندافع عن الفساد. سبب فساد مصر فنها. لو النهاردة أنا ما عنديش بديل. لا. طبعا أنا ما عنديش بديل النهاردة، لازم أمنع. ليه؟ لان ما عنديش بديل. زمان كان في بديل، كنت حضرتك بتقول لي ان انا عندي ناس بتعمل مسلسلات بالشكل ده وافلام بالشكل ده وفي بديل ليها. دلوقتي ما بقاش عندي بديل، والسينمات احتقروها. طيب نخلي بقى الاستاذ طارق شويه يتكلم. لا تمارس قمعا عليا. بص فضل. اولا الاحصائيات اللي بيقولها عمرو مع كل تقديري لها اكيد احصائيات مش صحيحه، انه مثلا يقول لك 600 في مش عارفه في الالف زادت نسبه التحرش بعد 6 7 8، اللي هو عمقه ايه الفيلم ده؟ والفيلم ده من الافلام المهمه الحقيقه، يمكن بقى له 4 سنين. الفيلم ده ضد التحرش، الفيلم ضد التحرش، بس عشان تبقى ضد التحرش وبيقدم حتى الابعاد النفسيه وبيقدم ما هو اكثر من ذلك، ازاي البنت تحمي نفسها لما حد يتحرش بيها. فانا مستغرب اولا من انه يذكر احصائيه بعد الفيلم. حضرتك اغتصب المذيع في ميدان التحرير، الفضيحه مصر كلها في العالم كله. اولا حصل ولا لا؟ حصل ولا لا؟ فتاه العتبه
كان في اغتصاب 30 سنة عمرنا سمعنا ان في مذيعة اغتصبوها في التحرير. ايوه ما كانت مذيعة امرأة. انا هقول ان الفيلم هو سبب كده. وقع شهدتها عادي عادي كلها. يعني عايز اقول الاحداث دي يعني بتحصل كتير قبل يعني ملهاش علاقة بالفيلم. هو ريا وسكينة انا ما شفتهاش غير بعد ما كانش فيه ما فيش عندنا ريا مش ريا وسكينة كانوا في الثلاثينات ولا في العشرينات ما شفتهاش غير بعد الفيلم ومش هنقعد. طب استنى مين اللي خلى ريا وسكينة مش هندفن راسنا في التراب. احنا عندنا اقتصاد بيتدمر بسبب شوية مسلسلات. الست المصرية دلوقتي بقت سمعتها زي الزفت في الخليج زي الزفت فلازم يعاقب. احنا عايزين نعرف بقى المنتجين دول فلوسهم جايه منين؟ مين اللي بينتج مين وراء الكواليس اللي بينتج لنا المسلسلات دي عشان تشوه صوره الست المصريه؟ مين اللي في وزاره الداخليه بيدي تصريح ان الزي بتاع وزاره الداخليه يطلع الاقي شكر لوزاره الداخليه وفي النص الاقي كله تدمير لوزاره الداخليه؟ مين في وزاره الداخليه بيدي تصريح للمسلسلات دي؟ عايز اعرف. ما هو يا وزير الداخليه يا اما تقفل الموضوع ان الزي ده ما يطلعش الا غير بواحد فاهم يعني ايه اللاوعي عند الشعوب ويتكلم بشكل كويس ويدي تصريح في حاجه تفيد الداخليه او يطلع السيء والكويس في نفس المشهد، يا اما تقطعوا بقى موضوع ان وزاره الداخليه تطلع في المشاهد. لان انا ما ينفعش ان انا عمال بتشحن من وزاره الداخليه طول مسلسلات رمضان. الست المصريه طالعه عاهره طول مسلسلات رمضان، الشباب كله مخدرات طول مسلسلات رمضان. النهارده بوتين روسيا رئيس روسيا طلع قرار ممنوع الالفاظ السيئه في مسلسل او في فيلم او في اذاعه، واللي يعمل غير كده يدفع غرامه. انا مطالب دلوقتي بقوانين. وزير السياحه النهارده انت بتصرف فلوس كتيره من ضرايبنا، لو سمحت ترفع قضيه على المسلسل ده، ولو ما رفعتش قضيه على المسلسل ده ما تعملش خلاص بقى مؤتمرات. طيب مش محتاج مؤتمرات. يعني الحقيقه التطرف قوي في الحاله اللي بيعبر عنها. انا مش متطرف، انا راجل فنان، انا بعمل مزيكا وناجح مش فاشل عشان يقولوا بس ايه وناجح الحمد لله وبلحن في العالم كله عشان ما حدش يقول لك اصله ايه اصله بيغير ما بغيرش. انا شايف دلوقتي مشكله في بلدي التطرف او ما بيشتغلش في بلدي فني وبالظبط. لا لا في تطرف عند عمرو في فكره انه عايز يروح على الجانب الاخر تماما. اديني بديل حضرتك مش هبقى متطرف. هقول لك ده يذيع. اديني بديل. هقول لك ما عنديش بديل دلوقتي. هديك مثلا افسد المجتمع بقى. يبقى انا مش اي حد هيفسد. هديك مثلا تفاحه ادم في ضابط شرطه فاسد كويس، وفي ضابط شرطه متعاون مع الاخوان، وفي ضابط شرطه شريف. يعني مثلا فالنماذج موجوده، النماذج موجوده. لو هم فقط قدموا صوره واحده لضابط الشرطه غير مصدق، لانه شأنه شأن اي حد، شأن اي مهنه. لو مره في عمل درامي انت مضطر تقدم فساد الشرطه، فساد تقدمه يا فندم. في ضباط بيموتوا، في ناس استشهدت على مدار 3 سنين، هو ما فيش دم يا فندم. يعني في امهات شهداء، في ناس ماتت. كفايه ضابط الشرطه الفاسد. احنا على فكره البلد دي اخترقت من كل الجهات بسبب فنها. انا بقولها لك اهو، يعني البلد دي كلها اخترقوا كل جهه في المجتمع. مره عملنا يعني انت قبل الثوره منع مسلسل انا النهارده الاسكندريه. النهارده الاخوان هيجي يقول لك ايه؟ هقول لك شوف الدعاره اللي بتحصل في المسلسلات، شوف الالفاظ السيئه. هو مفيش دعاره. ويبتدي يستغل ده كمبرر للمتطرفين، يقول لك بقى بصوا احنا الله اكبر هل صليت على الرسول اليوم، ويبتدوا ان هم يسخنوا الناس اللي عقولهم صغيره. فانت بالتالي عن طريق الفن بتدخل حاجه للمجتمع. خلي بالك مبرر. الحقيقه الدعوات اللي بيقولها عمرو اللي هي هو مش متطرف، ما بقولش ان انت انسان متطرف، بقول اراءه متطرفه، بمعنى انه دايما بيصل للحافه عن يا فندم. هو بوتين متطرف على الجانب بوتين الأخر. النهارده اما منع الشتيمه، الالفاظ، اخلاق المجتمع، اخلاق ابني وابنك اللي هيطلعوا عليها، تربيه النشأ الجديد. هو انا اقعد اعمل علمونا في مدرستنا ويطلع الاستاذ احمد مكي يتريق عليها ويلبس لبس الجيش؟ يا جماعه احنا هنهزر؟ ده انت قدام عمليه ممنهجه لتدمير المجتمع المصري وافساد اخلاقه. عندك الخطاب الديني والفن مدمرينك. مين اللي بينتج ده؟ قطر بقى، تركيا، اللي بيساعد ده.